براون بتطقطق عليا يا براون. يعني نزلت عليك ديستراك انت وتوبز وبرضك مصمم؟ طيب انزل عليك ديستراك تاني ولا اعمل ايه؟ بتتريق عليا كمان؟ ماشي يا براون ماشي. ويلكم يوتيوب، ورجعنا لكم بفيديو جديد. اي ويلكم يو، خليك تجري من صوتي بس ازعق فيك هتقول يس. ديستراك من الفرن طلع طازه بوم بوم. فيديو النهارده يا شباب مفاجاه، انا اتفاجئت. يعني انا كنت كان اول امبارح تقريبا، فقاعد كده في البيت، فببص كده، لا ما كنتش قاعد في البيت. كنت قاعد، ما كنتش كنت واقف. وقت ما جالي الاشعار ما كنتش اصلا في البيت، اشعار من قناة براون. الفيديو عنوانه ديستراكات نزلت علينا كلنا، واول ثانية من الفيديو فيها الديستراك بتاعي. ففي عظمة اكتر من كده يا جدع، ده ايه ده؟ في ايه؟ انا اتخضيت، فاهم؟ انا قلت السبع دقايق عليا كلهم بقى، يعني اللي هو ابي رياكت عليا طول الفيديو. فانا بصراحه متحمس قوي اشوف الفيديو ده معاكم، واشوف رد فعلي، يعني تشوفوا رد فعلي على رد فعل براون. فيلا بينا. وقبل ما نشوف الديس مين، ما انا مش مصدق، يعني انا مش متخيل بصراحه، فعشان كده متوتر. المفروض الفيديو ده كان يتصور امبارح، بس انا عشان كان في مشاكل عندنا في النت، عشان النت اللي في مصر جامد. فانزل حط لايك وسبسكرايب، ولو انت لسه جاي جديد في القناه يعني قول في كومنت اللي انت جاي من عند براون، وانزل ارحب بيك. فيلا بينا نبدا عشان متحمس جدا. من في اول خد لك قبل زمانه براون الفتره الابيض كانت قابل في الملاهي ولا خف. اقسم بالله ديستراك جامد، اقسم بالله يا جماعه الخير، والله اكتشفت شيء ثاني. انتم ملاحظين الفيديو كيف؟ الفيديو كليب، ارجع اشوف الفيديو كليب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ معاكم براون تي في. اوه بدايه حماس يا جماعه الخير، جيده صح؟ لا حلو المقدمة صراحة. يعني أنا اليوم الموضوع اللي صاير أنا مخليني أرجف بشكل مو طبيعي. أوكي، واحد من المتابعين فجأة أرسل لي في لازم تخاف أنا أقوى ديستراك الحمد لله. ما صدقت، قلت كيف خلاص الدسات خلصت؟ ليش؟ إيش في؟ إيش؟ قال لي الناس دول دسوك وأهانوك. أنا يعني أنا الحين مرة قاعد أرتعش، قلت خلينا نشوف المقطع هذا مع بعض، نشوف الدسات اللي نزلت علينا ممكن يعني تكون نهايتي، يعني ممكن أقفل قناتي أنا. قبل بداية المقطع لايك، ممكن أقفل قناتي في المكان. نبغى نحاول نوصل يعني 20,000 لايك، إن شاء الله نقدر. دس على توبز زائد براون. تعالوا نجري على طول للديستراك بتاعي، عشان هو عرض كذا ديستراك، تمام؟ فنروح على طول على الديستراك بتاعي. أهو طلع من الفرن النودي وباري تيوب. ديستراك، يلا بينا نشوف المكان عشان يوريك انه انا عندي بيانو اكثر. طالع من الفرن هنودي وباري، ديستراك توبز وبراون. دقيقه، هو الديستراك علي انا وتوبز ولا على هنودي وباري؟ شكله علي انا وتوبز. يا عم انت عليك انت وتوبز، يعني الناس قاعد يجيبون اجلت. ايش هذا؟ توبز وبراون القافله حسبت فاول. ديستراك عايش عشانك انت وتوبز. فوقني اتوقع انتم ما شفتوا الرساله المبطنه اللي في الفيديو، واضح من بدايته انه عميق. اول شيء باين انه عميق، انه لابس بلوفر وحاطه على راسه ايه يا عم براون؟ في لسه قال لي انه عميق وتقول لي بلوفر؟ على فكره انا مش بلوفر، انا هقوم اجيبها لك ثواني. بص هي دي كوفيه، يعني بص اهو كده، مش بلوفر، يعني انا مش بلوفر هقعد اطبقه 50 تطبيقه واقوم حاطه كده على وشي. يا براون في ايه يا براون؟ هدى حالك يا براون، ايه يا جدع كل ده وجع؟ طيب يلا نكمل يا جماعه. بندان، تدري ايش معنى هذا الشيء؟ معناه هذا الدس. طب انت بقى هنا اشتمتني بس قطعتها. اعمل عليه طيب ديستراك تاني ولا اعمل ايه؟ انتوا رايكم ايه في الموضوع ده؟ اجمل من الدسين اللي قبل. اوه قال اللي الدس ده اجمل من الدسين اللي قبليه، كان قبليهم كان عامل. الواد ده كان عامل ديستراك، الواد ده على فكره دخل علق لي وكتب احنا من القافله، معرفش باين كتب كفو او عايش حاجه شبه كده، مش فاكر التعليق، عشان جه 1000 تعليق، يعني حاجه جامده قوي على الديستراك بصراحه، جاب 1000 تعليق كنت فرحان قوي. الواد ده دخل علق لي، عمل اللي هو عمل ديستراك هنا القافله، و ده عرض ديس. ماشي تمام. طب يلا بس كده، يلا نكمل. معلش يا جماعه الخير، انا عارف انه كل تيس قاعد اقول انه اقوى، بس الناس اللي نازلين علينا مره اقوياء.
انا اصلا سابق سني انا مع النودي وبري اخرك تلعب اتاري اخر تحزين. شوف 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 عم بيقول ايه، عم بيقول ول 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 ول. عجبه عجبه يا جدعان، بس شكله عامل ازاي مش عارف. انتوا بتستخدموا من فيها حاول ياخد لك قبل سونام مع اصحابكم. طب هيقول ايه؟ في الاول فيديو ديستراك جامد اقسم بالله يا جماعه. شوفوا يا جدعان ليه قال اقسم بالله ديستراك جامد. الحمد لله يا جدعان والله عجب ناس كتير قوي، وكمان عجب اللي انا عملت، يعني انا عامل على براون الديستراك فاللي معمول عليه عجبوا الديستراك. انتوا متخيلين في حاجه جامده يعني. خير والله اكتشفت شيء ثاني، انتم ملاحظين إيه؟ الفيديو كيف الفيديو كليب؟ ارجع اشوف الفيديو كليب. شايفين الفيديو كيف يا جماعه؟ شايفين الفيديو كيف؟ هذه استراك في الفيديو، الافكتات هذه اللي قاعد يسويها عشان يعور عيوني. والله مش عايزين نعور عيونك يا عم. بولد الافكتات عايزين، يعني انت بتعملها عشان مش انا اللي عامل الافكتات، اخوي انس اللي عامل الافكتات هو اللي عامل الريمكس وعامل هو اللي مولع الدنيا والله. هو اللي معور لك عيونك مش انا، انا بغني بس ماليش دعوه. والله انك جامد اقسم بالله انك جامد. قاعد بقول لك قاعد بقول انس والله اللي عامل الافكت اقسم بالله انك جامد، والله انك جامد. والله جامد انت اللي جامد يا جدع. هذا اول واحد يسوي ديس بهذه الطريقه انه يوريك افكتات ويعور لك عيونك. يا جماعة الخير ايش القوة دي؟ في الملاهي ولا خففوني بري اوفر وزيع معايا جان اي ويل تو يو. اوه شوفوا كده انا قاعد بقول ولو قالها مرتين قاعد يقول ولو ولو والله مش قادر من كتر القوة يا جدعان. ازعق استراكي من الفورن فورن واحد بس نو براون نو توبس بس قاعد بقول اه مش قادر. كل ريمكس ديكو على الانتاج ديكو 9 8 7. بص هو عايز يعرف في ايه اللي جاي. اوه والله مش مصدق، والله جامد جامد. تعالى يا زيف تزن. لا الصراحه اللقطه دي من احسن اللقطات في الرياكت الصراحه، عجبتني جدا. هو اللي عامل الريمكس وعامل الافكتات اللي عورت لك عيونك ولابس ايه ده؟ انت لابس البلوفر. البلوفر ليه يا عم؟ لا بس شاك تعال شوفوا معايا شوفوا معايا. حلو الاوديو تكنيك يا مايكل، الاوديو تكنيك اهو. اوه واو قاعد بيقول واو. المونتاج ده من عليه في الاستوديو. اي 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 اوه اتخض اتخض. والله كده كثير يا جماعة الخير. بيقول كده كثير. تحمل. يعني حتى باللحن دسني. بص السؤال حتى باللحن دسني. قال حتى باللحن احنا الوحيدين اللي عاملين كده شغل كده عادي. يعني لو تلاحظوا الاغنية دي متسجلة بالتليفون اللي احنا دلوقتي بنسجل بيه الصوت. يعني تخيلوا فاللي هو احنا مش معانا معدات لكن ما شاء الله يعني. تليفون ب 2000 جنيه يعني. بكام غير سعودي؟ يا جماعه بعد الديستراك بتاعنا قاعد بيقول والله لما انا قادر اتحمل مش قادر اتحمل تاني مش عايز اي ديستراك تاني لان تعبت بعد الديس ده. وقال الديس ده اجمد ديس. والله عاش. شكرا طبعا لبراون وغيره ويوتيوب لكل الناس طبعا. ده هزار الديستراك ده عشان ناس كتير احنا كتبنا كده في الفيديو كليب يعني ناس كتير قوي قعدت تقول لنا وتقول لنا انت ايش دخلك وانت مين اصلا عشان تتكلم على توبز ولا براون ولا باري ولا النودي. يعني احنا في الاول في الاخر يوتيوبرز وكلنا بيجمعنا فيديوهات يعني بعض الفيديوهات فبنشترك فيها مثلا مع بعض. وانا ما انا اصلا مصري من مصر وهم من السعوديه فبرضك يعني تختلف بعيده يعني مش اللي هو قاعدين جنب 20 جنب. ان شاء الله الديستراك الجاي هيبقى نسجله في الاستوديو بتاع براون يعني. ان شاء الله الديستراك الجاي نيجي نجيب الاستوديو عنده ونسجل. فبس كده الفيديو خلص. بشكر جدا والله براون على اللي هو عرض الفيديو كليب الديستراك وان هو عجبه كمان. ان شاء الله نعمل حاجه مع بعض ليه لا. وبس كده الفيديو خلص. اتمنى يكون عجبكم الفيديو. مش تحط لايك للفيديو وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه عشان عايزين نوصل 10 كيف اقرب وقت. وابعت الفيديو ده لبراون على الانستجرام. وابعتوا لباري ولا باري اي حد فيهم ابعتوا الكل عشان. بس كده اصابت ايه بفيديو الفيديو جانج وسلام. انتوا
لبس تخين عامل لي فيها عويل خد لك ابيكسي ونام هتصحى تكون دولفين براون اسمري كحطي بودره ابيضي كانت قابل في الملاهي ولا احسن في فوني باري ليتس جيت ات اوفر ويز معايا جون اي ويل كيل يو خليك تجري من صوتي بس هزعق فيك هتقول لي يس ديستراك من الفرن طالع طازه بوم بوم انا جامد واحد بس نو براون نو توبس نيفر مايند ما يهمش اي دونت كير لو مالي ملك الريمكس ديكو على الانتاج يديكو 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5 5 yeah.